انا نتريا قاني وليد يعني نتريا قاني ونود مثل ما تشوفون طلبنا هنا لحم بعجين وشبينات واني بالبطاطا والسمير واليوم مشاوي مشاوي هسه راح ناخذ لحم ونسوي مشاوي نسوي لكم صدر دجاج اليوم تبل من هذا التتبيله الزينه حاسه تيدك ها عيني يلا نجيب كملنا ريوب شكرا لك بالعافيه جمهور طبعا احنا كلش مشتاقين لكم انا ونور وبالاخص انا مشتاق لكم صالح هو ما طالع ما مصور فيديو عيني واليوم شويه الجو ها بي طلع هانو تعبنا الثلج والله دمار اليوم هسه كنا خلينا نطلع لان شويه الجو يعني سوي الملابس كامل ترتيبات لا هذا رح ناخذ تكرم من حذاء جوري حذاء جوري نشوف جوري هوايت هوايت تصرف وحده جوري عندنا اي شو مسوين؟ ولا اسعار؟ هذا كم السحاري قد حلو وين؟ ها هذا شوف السماعي مسويها ولا بواته شوفوا شوفوا هذا عجبني الزيتون هذا البيجي حلو الحين بعد ذاك الاخير واحد البيجي هذا هم حلو باعه زيتوني 18 يورو مسوي ب 18 يورو تقريبا بلاش اي والله جنطه هاي البومه حلوه ريمان سفرات كلش حلوه 35 75% والله مسوي تعال خلينا ندخل نشوفهم خلنا ندخل على مال اطفال هاي هنا انا هاي فلو انا عجبني نايك هاي نايك لا ماكو نايك خلنا نروح على قسم الاطفال وياتني دا اشوف على مال جوري طيارة اي ما يعني نشوف مال بنات هياتهم تعال هاي البواتة هاي هنا هاي هنا أنا يعني رياض اي مو كوج هذا الاسود شوف هذا هسه خلنا نختار شباب وليد اختار لها هذا كلش حلو شوفوا داخله مثل مالتي ماركت كاس يلا همينا دفي كلش تأكد عيني تأكد يا بي شوفوا عيني ترى مثلت الحبشكلات كلهن هنا انا سوى صدر دجاج طبعا هاي بهارات شوفوا شوفوا ميا تندوري هاي موجوده بالالدي وبالليدل وبالريفا هم موجوده حتى التركي اي مكتوب عليها تندوري هاي خاصه رهيب. للدجاج تعطي طعم رهيب رهيب شوفوا وش قد ما تخلوا لها زايد أطيب. طعمها اطيب مثل الدجاج شوفوا ايش نحتاج له زيت نحتاج له زيت على مود ما تبي بس عندنا اللحم اللحمايه وهنا قطعنا شويه زيت يعني مو هوايه حتى لو زيت زيتون عادي ماكو مشكله شوفوا حبايب وتخبطوها بايديكم وهنا المعلاق قطعه المعلاق بس ملح والتكه هم بس ملح ما نضيف كل شيء اضافات ذني التكه دجاج التكه لحم والمعلاق من الشيشن عاد قريب على النار تحطون الملح مو رسم لا مو رسم يعني مال هسه تخليه لا يصير سود اللحمه والله ومثل ما تشوفون هسه انا هنا يا ابو جمول على شتي الترتيبات الخضروات الخضره هنا انا ارتب له شوفوا مارتنا على الميزنه الجديد شنو رايكم به؟ اخذناه من الاكيا اخذنا هذا الموديل عرفتوا؟ بس هذا خلينا يا عيني كلش حلو هذا بقى القلب الكبده مالتي نصها بقت ويلي عليك شوفي عيني هذا لك اياها الكبده شايسيها وخليها بالثلاجه يلا بلشنا نشوي اول ما بدا وليد بالتكه اللحم صمونه وثلاثه تكه تكه دجاج وهناك خليت والمعلاق طماطه وبصل شنو رايكم بالترتيب هذا مكان القهوه اكيد حلو عاد ذوقي ايوه وهنا سوينا الشاي
هديت على ما بالواصل. شنو بعد؟ وانا همينة سويت خضرة وحمص وطحينة. هسه حشوفهم يا راشي. اللي طلعي هاي اول مرة طلعي راشي. ايوه. وقليل من زيت الزيتون. أيوة. ونص حنبايه. عشت ايدك. وخاشوقة مال شاي كمون. بس دبا شكلها شلون يا ابي؟ صايرة محلبي. وخليت لبن. اي. خاشوقتين مال اكل اللبن. عشت ايدك. وهي الحمص. الله 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 دبا عين بينا مجمولي. والله مال المطاعم. اولي. هاي انت حطش على حطش على المقبلات. على المقبلات ذبني. بس كل شيء كل شيء ولا حطش على الثرى. الدمرين يا با شوفوا عيوني تكه سفرتنا والمشاوي طماطم شوي زيتون معلق هنا صدر الدجاج هنا صدر الدجاج ابويا وبعد المقبلات انا سويت حمص ايد مجمولي بصل عيون المشوي والعنبه والزيتون والعنبه والحبشكلات الزينه هاي السفره رتبت وهاي سفرتنا وسفره دائمه ان شاء الله.